طب حضرتك شايف مواجهة موسيماني وجواو موتا ازاي بكرة؟ والله اذا اخذناها من ناحيه المدربين مؤكد جدا الكفه تميل لصالح موسيماني باعتباره اول حاجه مدرب من القاره ومدرب صاحب خبره كبيره جدا في هذه البطوله وفاز بها لاكثر من مره. وجواو موتا يعني حديث عهد بهذه القاره حديث عهد بالبطوله لكنه عنده الدوافع عنده الطموح وعنده الحماسه وعنده الرغبة في انه يقدم نفسه للكرة الافريقية بصورة طيبة، فانا اعتقد انها دي ممكن برضه تكون شيء ايجابي في صالح فرقة الهلال. محمد عبد الرحمن، هل هيفرق عدم وجود محمد عبد الرحمن بكرة في خط هجوم الهلال السوداني؟ والله محمد عبد الرحمن قيمة كبيرة جدا يعني، ولاعب استطاع في الفترات الاخيرة انه يخلق اسم على مستوى القارة، وصحيح هو بيمر بفترة بتاعت فراغ في الفترة الاخيرة سواء كان على مستوى المنتخب او مستوى الهلال. أنا بعتقد إنه في الوقت الحالي محمد عبد الرحمن في تشكيلة الهلال هو لاعب مهم جدا، لكنه في الوقت الحالي أنا أعتقد إنه ما حيفرق كثير مع الهلال، باعتبار إنه أصلا هو بيمر بفترة بتاعت فراغ امتدت يمكن لفترة أطول من اللزوم، وبعتقد إنه هو محتاج للراحة ومحتاج لبعض المعالجات النفسية ليست الفنية، معالجات نفسية. والهلال اضاف مجموعه من اللاعبين الاجانب فيهم من يغطي مركز محمد عبد الرحمن، كما اضاف مجموعه من اللاعبين الوطنيين انتقام بعنايه شديده جدا جدا وهم قادرين على انهم يعني يغطوا على هذا الفرق. كابتن صلاح بنشكرك ونورتنا وبالتوفيق للهلال السوداني، وان شاء الله يبقى مرافق للاهلي في الصعود من دوري المجموعات.